أفصى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس في تقرير حول الصحراء المرفوع إلى مجلس الأمن والذي نشر اليوم، أوصى بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 30 من أبريل من العام المقبل. كما دعا الجزائر إلى تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية. أشار غوتيريس إلى أنه في زمن الاعتماد المتبادل على مستوى العالم، فإن العواقب السوسيو-اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو شبه الإقليمية. في هذا السياق يلتقي اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأمين العام الأممي في نيويورك. وفي واشنطن التقى وزير الخارجية القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان، حيث بحثا العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين إضافة إلى القضايا الإقليمية بما فيها الجهود الرامية إلى تحقيق سلام إقليمي. أوضح بيان للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة عبرت عن التزامها بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي سلمي ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع في الصحراء.